ولإلقاء الضوء على تطورات المشهد في قرابة في ظل عمليات التصعيد والتحشيد بين كل من أرمينيا وأذربيجان، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي فراس رضوان أوغلو. مرحبا بك معنا سيد فراس. حياكم الله، مرحبا. ما حقيقة الموقف؟ فتح ممرات، تأكيد ونفي وهكذا، وتحشيد في نفس الوقت على الحدود، كيف تقيمون الوضع؟ يعني بما أن هناك حشود، أنا أظن أن الممر لم يفتح. طبعا تركيا لم تذكر هذا الأمر، ولذلك أنا لا أظن أن الممر أولا فتح، لكن العمل على فتحه قائم بشكل كبير، واخفاق المصالح بين الأطراف الداعمة لكلا الطرفين الأرميني والأذري أظن هو يلعب دوره في هذه الأمر. وصول هذا الكوريدور أظن في أمر مهم جدا، هو مصلحة اقتصادية كبيرة لصالح تركيا، أذربيجان وبعض الدول، حتى أرمينيا نفسها وصولا إلى روسيا، لكن سيخرج إيران من هذه المعادلة. لذلك أنا أظن أن هنا المشكلة حقيقية ربما ستكون مع إيران، إضافة إلى أن أذربيجان لديها خلاف حقيقي مع إيران وتعاون وثيق أيضا مع إسرائيل عدوة إيران. يعني الوضع ليس مريحا أبدا بالنسبة لإيران، سواء فتح هذا الممر أم لم يفتح. إيران ليست بوضع جيد مع أذربيجان، لكن أظن أن هذا الممر تسعى بشكل كبير تركيا لإنشائه، لكن معوقات ليست من إيران وحدها، أظن هناك بعض معوقات من روسيا نفسها، من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول في الاتحاد الأوروبي يحاولون منع هذا الأمر. على ذكركم لإيران، حشدت أرتال من الحرس الثوري كما تعلمون على حدود أرمينيا، وهو موقف لم تتمناه في الحرب الأولى. نعم، هذا صحيح، لكن أنا لا أظن أن إيران ستخوض حربا مع أذربيجان، لأن الموضوع أكبر من ذلك. حرب مع أذربيجان يعني حرب مع تركيا، حرب مع مصالح دولية مع أذربيجان. روسيا لديها مصالح مهمة جدا مع أذربيجان. أنا لا أظن أن إيران ستسعى في هذا الأمر، لكنها هي رسالة إلى الأطراف أنها مستعدة لحماية حدودها، أمنها وما شابه ذلك، خصوصا أنها اتهمت أذربيجان بأن الموساد الإسرائيلي نصب نقاط استخباراتية لصالحه في الأراضي الأذرية المطلة على الحدود الإيرانية كنقطة انطلاق تجسس. لذلك أنا أظن يعني هذه ردة الفعل ستكون متوقعة، إضافة إلى أن لديها مشاكل حتى على الحدود مع أفغانستان. أيضا إيران أظن لديها توترات حدودية واضحة، سواء باتجاه أذربيجان أو سواء بأفغانستان، ولذلك ستسعى إلى أكثر في مسألة دعم حدودها أكثر. نعم. كما تعرفون أستاذ فراس، المسألة تتعلق بالمستوى المحلي أو الإقليمي، إنما هناك أيضا بعد دولي في الموضوع. يعني أرمينيا ترغب في التوجه غربا باتجاه أمريكا، وهذا يغضب الروس، وبالتالي هناك موقف روسي من الموضوع، وهو قد يشكل يعني عامل قوة لتركيا مستقبلا فيما لو حصلت مشكلة. كيف وكل هذا يحصل في ظلال الحرب الروسية الأوكرانية، كيف تنظر إلى هذا الموضوع، أو كيف يمكن أن يكون العامل الدولي لاعبا مهما في ذلك الخلاف؟ بالنسبة لأرمينيا، هي خذلت بشكل كبير من قبل روسيا وفرنسا. نعم. لذلك يعني من الطبيعي جدا التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية من يعني الدول الضامنة أيضا في مسألة أذربيجان وأرمينيا، أو موجودة في الاتفاق الخماسي، لكن أنا أظن أن هذا أمر طبيعي جدا بعد ما حصل لرئيس الوزراء الأرميني، وما حصل من لنقل اتفاق تركي روسي واضح على في دعم أذربيجان في الحرب لاستعادة أراضيها من أرمينيا. الفرنسيون لم يستطيعوا أن يقدموا شيء لسبب يعني المنطقة محاصرة أكثر، وذلك النفوذ الأوروبي في أرمينيا كان ضعيفا، الوصول إلى تلك النقاط كان ضعيف، لم يكن هناك تنسيق. الحرب المفاجئة قوة التسليح بالنسبة لأذربيجان مقابل السلاح الأرميني لم يكن هناك مقارنة،
ولذلك كان السلاح الأرميني ضعيف أمام السلاح المتطور. أنا أظن أن هذا واقعي جداً لأرمينيا، لأنها تحتاج إلى توازن استراتيجي قوي، تحتاج إلى حليف قوي. لا أظن أن هناك أقوى من الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصاً أنها تبدي نوع من الدعم لأرمينيا رغم أنها لم تبدي يعني قطيعة لأذربيجان. لا، يعني كانت هي في المنتصف، لكنها الآن تبدي تعاطفاً أكثر مع أرمينيا، طبعاً لأهداف استراتيجية تحديداً لروسيا، وبعد ذلك نوعاً ما لتركيا، لأن في النهاية وصل الخط القومي التركي إذا صح التعبير من تركيا أذربيجان وباتجاه حتى كازاخستان. هذا نفوذ تركي قوي، لا يفضل الغرب أن يجبح هذا النفوذ قوي، خصوصاً بعد تحول الرابطة الدول الناطقة باللغة التركية من إلى رابطة حقيقية، أو منظمة التعاون منظمة رابطة الدول الناطقة باللغة التركية. هذا أظن يقوي الموقف الأذري أيضا في كثير من النقاط. أنا أظن الولايات المتحدة الأمريكية تريد نوع من التوازن لصالح أرمينيا على الأقل أمام أذربيجان. على ذكركم لموضوع الدول الناطقة بالتركية، كان واضحا يعني أن إيران قامت بقطع ممر زنجزور والذي يعد شريان الذي يوصل تركيا بآسيا الوسطى وبهذه الدول الناطقة، ما هدفها من وراء ذلك؟ طبعا لأن المصالح الإيرانية تقريبا قطعت بعد الحرب. نعم. أذربيجان فرضت رسوم عالية جدا على كل الشاحنات. نعم. الإيرانية المتجهة باتجاه أرمينيا وباتجاه الشمال، ليس فقط لأرمينيا، أيضا لم يكن لديها ذلك النفوذ. كانت تدعم أرمينيا لأن أرمينيا كانت تأخذ هذه الأرض الفاصلة بين أذربيجان ونخشيفان التي هي متصلة مع تركيا، وكان لديها نفوذ قوي لأن الممر مفتوح بالنسبة لها عبر أرمينيا. الآن هذا الممر أصبح مغلقا نوعا ما، وإذاك هي ستعارض أي ممر آخر ما لم يكن هناك مصالح محفوظة لإيران. لأن إيران تعلم تماماً أن القاعدة الخارطة السياسية بالنسبة لأذربيجان تعتبر أن هناك أذربيجان الجنوبية التي هي محتلة من قبل إيران أو التي مستولية عليها إيران. هذا خلاف كبير جداً، يعني هذه قضية خطيرة، لأن أي انزلاق خاطئ هو حرب مباشرة بين الطرفين ولن تستقر على طرفين، هذا مستحيل يعني. لذلك هناك توازنات. أذربيجان، القوميون في أذربيجان يعتبرون حتى الآن يجب استعادة تلك الأراضي ومساحات كبيرة. نعم. من إيران، وهذا أظن. نعم. يعني جوهر الخلافين. وصلت الفكرة. الكاتب والباحث السياسي سيد فراس رمضان رضوان أوغلو، شكرا لك.